الآن مشاهدينا الكرام ينضم معنا السيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة كوتي من دبي. أهلا بك سيد رائد معنا في هذه الجولة. أبدأ معك من الاقتصاد الأمريكي، هناك ترقب كبير من المستثمرين باتجاه الفيدرالي الأمريكي والقرار الذي سيصدر لاحقا اليوم، هل تتوقع أن نشهد رفع لأسعار الفائدة مجددا؟ تفضل. بالتأكيد شكرا للاستضافة، وبالنسبة ليوم مهم جدا هو يعني مساء اليوم ننتظر قرار الفيدرالي الأمريكي والتوقعات بشكل كبير أن يضيف الاقتصاد الأمريكي أو عفوا يضيف الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس. السبب في ذلك يعود إلى أنه الفيدرالي كان واضحا برسالته في الفترة الماضية أنه متجه نحو تحقيق المستوى المستهدف وفق خطة الدوت بلوت المحدثة في اجتماع مارس، أنه يكون في عندنا رفع لأسعار الفائدة نحو 25 نقطة أساس. طبعا ال 25 نقطة وصولنا بال 25 نقطة أساس راح يوصلنا لل 5.25% كأسعار فائدة، وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007. مستويات أسعار الفائدة هذه تعكس أنه وصل الفيدرال الأمريكي إلى قمة تشديد السياسة النقدية، وبالتالي الأسواق تحاول بطريقة غير مباشرة أو حتى يعني نراه في الأسعار وبحركة الأسواق إجمالاً تحاول تسعير أن هذه هي قد تكون آخر رفعة لأسعار الفائدة قبل أن يوقف عملية تشديد السياسة النقدية الفيدرالي الأمريكي. ومن ثم ممكن نتوقع اليوم بعد رفع أسعار الفائدة أن يكون هناك حديث عن نوايا الفيدرالي الأمريكي بإيقاف سلسلة تشديد السياسة النقدية، يعني على الأقل في اجتماعه القادم في شهر يعني يونيو. بالتالي هذا يضعنا أمام سيناريو أنه الأسواق قد تسعر أنه راح يكون في عندنا تقليص في أسعار الفائدة في نهاية تعاملات هذا العام، وأن الضرر المتوقع على النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو نمو الاقتصاد بنتيجة ارتفاع تكلفة الأقراض وارتفاع أسعار الفائدة قد يكون وصل إلى المستوى الذي يسترعي انتباه الفيدرال الأمريكي ويضطره إلى إيقاف رفعات أسعار الفائدة. أي مفاجآت اليوم متمثلة إما بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة مثلا، أو أنه الحديث عن استمرارية رفع سعر الفائدة بشكل كبير، هذه هي المفاجآت. رفع الفائدة بشكل كبير هذا سوف يعطي قوة كبيرة للدولار الأمريكي، يعني إذا كان هناك نوايا لإيصال أسعار الفائدة إلى مستويات 6% أو 5.5% سوف يكون هذا رده نوعا ما قوي على الأسواق وقوي للدولار الأمريكي أو لصالح الدولار الأمريكي. الحديث عن عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع سوف يكون في صالح الأسهم، وطبعا على حساب الدولار الأمريكي الذي ممكن أن يتراجع بشكل كبير جدا. حتى الآن الأسواق تسعر رفعة، ولكن نوايا بأن لا يكون هناك مزيد من الرفعات في الفترة القادمة. إذا سيد رائد، يعني توقع لرفع جديد بالنسبة لأسعار الفائدة، الفيدرالي الأمريكي دائما ما يسعى برفع أسعار الفائدة وأيضا إجراءات أخرى للخفض أو لكبح التضخم الحاصل في الاقتصاد الأمريكي وحتى الاقتصاد العالمي. هناك تصريح لوزير الخزانة الأمريكية السابق صرح بأن الركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل سيصل إلى 70%. يعني هنا الرفع الاستمرار برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم ولد ركود من جهة أخرى. سيد خضر، أيهما أشد خطراً، ركود التضخم؟ طبعا الأشد خطرا كانت مسألة مفصلية بالنسبة للفيدرالي الأمريكي مكافحة التضخم، والتضخم بدأ أو انخفض بشكل واضح بقراءاته في الفترة الماضية وهو يقترب من المستهدفات عند 2%، ولكنه لا يزال في قراءته الأخيرة عند 5%، وهو نوعا ما يعني فوق مستويات 2%، ولكن أفضل من أنه نكون عند مستويات 9% التي بدأ فيها الفيدرال الأمريكي استشعار مخاوف التضخم بشكل كبير وتوجه نحو تشديد كبير في السياسة النقدية. الفيدرالي تحدث مسبقا وبشكل واضح أن نتيجة تشديد السياسة النقدية سوف يكون هناك ركود اقتصادي ومخاوف ركودية، وسوف يتراجع سوق العمل
وممكن يكون في عندنا ارتفاع في معدلات البطالة، وهذا الشيء متوقع نتيجة البوم أو النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في الفترة الماضية بنتيجة السياسات التيسيرية. أعتقد أنه لديه الإمكانية أن يتعامل مع مسألة الركود، وأدوات مناسبة تكون بيد الفيدرال الأمريكي، لذلك يسرع الفيدرال الأمريكي برفع أسعار الفائدة طالما في عندي نمو، وإبقائها مرتفعة حتى يضبط التضخم، إلى أن يصل إلى مرحلة الركود الفعلي بنتيجة تشديد السياسة النقدية. هنا يعني يمكن معالجته من خلال تسهيل السياسة النقدية مرة أخرى، أو تقديم بعض التقليصات نتيجة يعني ما يكون في عندنا التشدد في الائتمان. يعني هي المشكلة الأساسية إنه هلأ البنوك سيقل الطلب على الائتمان، سيقل الطلب على الاقتراض نتيجة ارتفاع التكاليف ونتيجة ازدياد الحيطة والحذر من قبل البنوك ورفع الاحتياطيات القانونية لديها، طبعا لتجنب أزمات مثل أزمات البنوك اللي شفناها مؤخرا. عملية التسهيل سوف تسمح للبنوك بالتوسع بالائتمان والاقتراض، وممكن أن تحفز الرغبة بالائتمان والاقتراض. إذا بدي أقارن الخطرين مع بعض، فالخطر القادم كركود هو يعني أهون بكثير من أن كانه أن الفيدرالي كان سيواجه الركود التضخمي، وهو نتيجة عندي تضخم مرتفع بشكل كبير وكساد اقتصادي وتراجع في النمو. تجابه هذا الركود التضخمي بعملية التشديد السريع في أسعار الفائدة ورفع أسعار الفائدة بشكل سريع خلال فترة قصيرة ليصل بالتضخم إلى المستويات الحالية، وممكن أن يواصل هذا المستوى من أسعار الفائدة حتى على حساب التضخم وعلى حساب على حساب النمو في الناتج المحلي الإجمالي وعلى حساب سوق العمل، إلى أن يصل مستهدفات التضخم عند 2.5% على الأقل أو 3%، ومن ثم تكون تدريجيا أو ببطء عملية الوصول إلى المستهدفات. الخطر من الركود سوف يبقى محدود، لأنه راح يتدخل الفيدرالي مرة ثانية بنهاية تعاملات هذا العام، والاقتصاد الأمريكي لديه من الإيجابية ما يكفي للتعامل مع مستويات بطالة أعلى أو مستويات توظيف أقل أو حتى نمو في الناتج المحلي الإجمالي معدوم أو بمرحلة انكماش. طيب سيد خضر، أبقى معك في الاقتصاد الأمريكي. يعني سلسلة الانهيارات للبنوك الأمريكية آخرها كان فيرست ريبابليك، هذا البنك يعني السر وراء انهيار هذا البنك، وأيضا التداعيات التي من الممكن أن تحدث على القطاع المصرفي أو على الاقتصاد الأمريكي بصورة عامة. يعني نحن شفنا سيليكون فالي بانك وشفنا فيرست ريبابليك بانك، إجمالا الصفة الأبرز كانت هي أول شيء طبعا الضربة الكبيرة كانت هي نتيجة أنه التقلبات الشديدة في سوق السندات، وبالتالي كان هناك تعويل أو اعتماد كبير على السندات. مع انخفاض قيمة السندات بشكل كبير جدا كانت هناك خسائر على هذه البنوك، ولكن إذا عدنا إلى الوراء قليلا نلاحظ أنه هذه البنوك بلغت بشكل كبير بالتخصص في قطاعات معينة، وبلغت بشكل كبير في عدم في الاعتماد على السندات كمصدر أمان بالنسبة لهذه البنوك وزيادة في الاحتياط، وهنا كانت سبب رئيسي في خسارة هذه البنوك. شفنا إذا بنستذكر سيليكون فالي كيف كان تركيزه الكبير على قطاع التكنولوجيا، كان عاملا أساسيا في عملية انهيار هذا البنك واضطراره لبيع السندات بخسارة كبيرة التي كان يمتلكها واللي هي كانت تمثل الأمان بالنسبة له. طبعا نوعا ما كان هناك في exaggerating أو مبالغة بعملية الاعتماد على السندات الأمريكية كأصول يحتفظ فيها البنك لمجابهة المخاطر، وبالتالي اضطرارهم لبيع المحافظ السندات كان سبب رئيسي بتراجع سوق السندات بشكل كبير جدا، وبالتالي تحقيقهم خسائر كبيرة. ما يقوم به صانعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك إنقاذ للبنوك والمصارف، وهنا نذكر أنه ليش البنوك والمصارف بدأت تقتصر في عملية الإقراض بشكل كبير جدا، وبدأت تقلل من عملية الإقراض مع
إضافة أنه أصلاً سعر الاقتراض أو تكلفة الائتمان أصبحت مرتفعة، أيضاً البنك نفسه يصعب عملية الإقراض حتى لا يكون هناك مخاطر مالية أو بنسميها نحن معرض لسيستماتيك ريسك أو مخاطر نظامية على هذه البنوك. بالتالي أعتقد صناع السياسة النقدية سوف يكتفون ببعض التعديلات التنظيمية دون أن يكون هناك تدخل في الإنقاذ للبنوك أو للمستثمرين في هذه البنوك، وبالتالي الحماية تكون فقط لأموال المودعين. طيب سيد خضر، يعني أبقى معك في أزمة البنوك، انهيار البنوك الأمريكية. يعني بنك جي بي مورغان أعلن استحواذه على فيرست ريبابليك ب10 مليارات و600 مليون دولار. هل فيرست ريبابليك، انهيار فيرست ريبابليك، سيعتبر الحجر النهائي لسلسلة انهيارات البنوك الأمريكية؟ يعني لا يمكن الجزم أنه هذه هي الحجر النهاية. نحن شفنا أنه كان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية جيد، ولكن بالتأكيد هذه البنوك تخضع لاختبارات جهد بشكل دائم من قبل صناع السياسة النقدية والفيدرال الأمريكي تحديدا، ولكن في الآونة الأخيرة نتيجة التغيرات الكبيرة في توجهات المستثمرين أو نتيجة السياسات التخصصية التي استراتيجية والبزنس استراتيجي الخاصة بهذه البنوك كانت غير صحيحة أو غير موفقة، بالتالي تعرضوا إلى مخاطر أدت إلى أن تصبح هذه المخاطر هي مخاطر نظامية تعصف بالسوق أو بالقطاع بشكل عام. إذا رجعنا للبيانات بنشوف أن القطاع المصرفي مع إعلانات أرباح الشركات والبنوك على رأسها في الأسبوع الماضي كانت إيجابية وكانت جيدة، وبالتالي كان عندنا أرقام تاريخية بالنسبة لجي بي مورغان على سبيل المثال في ما يتعلق بالربحية. بالتالي لا يوجد مشكلة في القطاع، إنما كانت مشكلة متخصصة في بعض البنوك لما كانت في تراكمية لها أدت إلى مخاطر نظامية. ولكن كما ذكرنا الآن القطاع في مرحلة دفاعية حمائية لهذه البنوك، سياسة حماية النفس بعدم التوسع بالإقراض أو زيادة restrictions بالإقراض، وفي نفس الوقت عندي أسعار فائدة مرتفعة. هذا مآله المستقبلي أنه يسبب لي ركود، أنه ما في عندي سيولة كافية في الأسواق، سوف تمتنع الأعمال التجارية عن الاقتراض أو غير قادرة على الاقتراض، بالتالي سوف يكون هناك توقف في عمليات التوظيف، ارتفاع في معدلات البطالة، وشفنا ذلك من خلال على سبيل المثال قراءة مثل قراءة الفرص العمل أو الجوبس أوبنينج اللي كانت منذ يومين تقريبا، واللي أظهرت أدنى قراءة من بالنسبة لفرص العمل من مايو 2021. إذن بدأنا نرى هذه الإشارات السلبية. عم ننتظر تقرير الوظائف الغير زراعية خلال تعاملات يوم الجمعة القادم، واللي ممكن يظهر عندي إضافة عدد أقل من الوظائف مما كان في عن الشهر الماضي مما كان عليه في الشهر الذي سبقه. بالتالي نحن عم نشوف علامات الضعف على الاقتصاد. أزمة المصارف هي أزمة كانت بنتيجة حادثة معينة، انسيدنت معين، ولكن أداء الاقتصاد حتى الآن لا يعكس هذه السلبية الكبيرة. طيب أبقى معك بسؤال أخير عن الاقتصاد الأمريكي، يعني أزمة الديون السيادية. الولايات المتحدة أيضا تقترب من التخلف عن سداد هذه الديون، ما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي وأيضا على الاقتصاد العالمي؟ يعني هذه ليست أول مرة يقتربون من هذه الأزمة أو يقتربون من سقف الدين. سقف الدين حاليا عند 31 تريليون تقريبا أو فوق 31 تريليون. من المتوقع بشكل كبير جدا أنه موعد
الوصول إلى هذا السقف أو التجاوز هو وفق جانيت يلين رئيسة الخزانة الأمريكية، قالت أنه ب 1 يونيو سوف يصلون إلى هذا السقف. عادة هذا دائما يشعل فتيل النقاش والمحاورات ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس لتمرير اتفاق برفع سقف الدين. ممكن جدا أن يكون هذه هي الحالة حاليا، أنه يكون في اتفاق على رفع سقف الدين، ولكن نعود إلى مطالبات سابقة في ما يتعلق بهذا الموضوع، أنه عملية كل ما نوصل لسقف الدين يكون في اتفاق على رفعه، يجب أن يكون هناك مرونة أكبر في آلية تحديد سقف الدين الأمريكي بناء على الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الحكومة أو الدولة، وبالتالي يعطي الإريحية نوعا ما دون الحاجة لقرار من الكونغرس في كل مرة يصلون فيها إلى هذه الأزمة، وبنفس الوقت يضع شروط إضافية على الإدارة الأمريكية بأنه أو الحكومة الأمريكية على أن لا تتوسع بالإنفاق بشكل كبير جدا أو بالاستدانة بشكل كبير جدا في الفترة القادمة، وأن يكون هناك التركيز على أن الإيرادات نوعا ما ترتفع في نفس الوقت. أعتقد هي أزمة يعني ستحل كما حلت في مرات سابقة، ولكن الحل هذه المرة أيضا من المتوقع أن يكون مؤقتا، لأنه في عندي ركود اقتصادي يخاف منه في الفترة القادمة، ويوجد نوع من الضغوطات والتوترات الجيوسياسية حول العالم ممكن أنه تضغط عليهم أنه سوف مؤقتا نرفع سقف الدين، ويكون النقاش على العام القادم حول الوصول إلى سقف دين أعلى نوعا ما، ومن ثم تحقيق المرونة في سقف الدين فيما يتعلق بمعطيات أكثر واقعية من الحكومة إجمالا من ناحية الإيرادات ومن ناحية الإنفاق العام بشكل عام. طيب سيد خضر، أنتقل معك إلى قطاع الطاقة. أظهر مسح هناك أن انخفاض كبير من أوبك يصل إلى 1 مليون برميل يعني مقارنة بشهر سبتمبر من 2022، هذا يعني أن هناك تحكم كبير بإنتاجية النفط وأيضا بانخفاض النفط من قبل خطة تضعها أوبك، كيف سيؤثر ذلك برأيك على الاقتصاد العالمي؟ يعني اعتقد الخطه هي تحقيق استقرار لاسعار النفط، يعني نحن شفنا النفط امبارح تراجع باكثر من 3.5% يعني عفوا 5%، ولكن الابرز هو الحديث عن انه هناك اليه واضحه من اوبك بلس وباتفاقهم الاخير على ان يكون هناك التخفيض الطوعي من قبل يعني اعضاء اوبك بلس للإنتاج، سوف يخدم ذلك مزيد من الارتفاعات على أسعار النفط في الفترة القادمة، وهنا نقطة مهمة جدا. أعتقد آلية تحقيق توازن لأسعار النفط فوق 80 دولار للبرميل هذا ما يصبو إليه أو تصبو إليه الأوبك بلس في الفترة القادمة، تحقيق التوازن فوق هذه المستويات والاستقرار عند تلك المستويات قد يكون نوعا ما مضر بعض الشيء لعملية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التكاليف بشكل عام، ولكن التعويل على أنه شركاء أو المستوردين الأكبر مثل الاقتصاد الصيني أن يكون هناك توسع أكبر خصوصا بعد ما انتهت أزمة الكورونا وبدأت أداء الطلب العام يرتفع بشكل كبير، فبالتالي التعويل على ارتفاع في معدلات الطلبات الطلب على النفط في الفترة القادمة أن يستمر بالتزايد في الفترة القادمة، وهذا يحقق نوعا ما استقرار من ناحية ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولار للبرميل والاستقرار عند تلك المستويات على الأقل في النصف الثاني من هذا العام. حاليا نحن بعيدين بعض الشيء حوالي 4 دولار عن تحقيق هذا الموضوع، وارد جدا أنه يكون هناك ضغط أكبر لتحقيق البيبوت أو المستوى متوسط الأسعار أن يستقر فوق 78 إلى 80 دولار للبرميل، مع ظهور مزيد من البيانات اللي ممكن تخفض الدولار الأمريكي أولا، ومن ثم تعزيز الطلب على النفط في احتساب التخفيض الطوعي من الإنتاج اللي هو المعروض.
طيب سيد خضر، أختتم معك بسؤال أخير. من الرهانات الكبيرة على انخفاض الدولار، رهانات وصلت إلى أعلى مستوى في عامين، برأيك يعني كيف ترى مستقبل العملات الرئيسية في مقدمتها الدولار في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية؟ يعني تمتع الدولار الأمريكي بفترة من الهيمنة والارتفاعات بشكل واضح، نتيجة أنه عم يشددوا سياسة نقدية ويرفعوا أسعار الفائدة، وصلوا فيها إلى مستويات التي لم تكن عليها منذ أكثر من 16 عام. احنا عم نحكي 2007 كانت المستويات الفائدة عند 5.25، ونحن وصلنا إلى هذه المستويات. كل ذلك كان يخدم قوة كبيرة في الدولار الأمريكي واستغلال ضعف واضح والسياسات كانت مفرطة بالتيسير من قبل البنوك المركزية الأخرى. بالتالي السيناريو واضح حاليا أنه في عندي ترند هابط على الدولار الأمريكي، خصوصا مع اقتراب مخاوف الركود الاقتصادي. بالتالي ذلك يعزز أنه الفترة القادمة ممكن نشوف تقليصات في أسعار الفائدة، وذلك وفق الدوت بلوت اللي حطها الفدرال الأمريكي، واللي هي توقعات أسعار الفائدة للسنة القادمة. أظهرت هذه التوقعات أن نوايا الفيدرالي أو أعضاء الفيدرالي يبدأوا بمطالبة بتقليص أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة من العام الحالي، وهذا ممكن يكون نتيجة أنه مخاوف من الركود الاقتصادي أنه يكون أكثر عمقا وما إلى ذلك. السوق يسعر قبل الأحداث، هذه هي الرسالة الأوضح والنصيحة الأبرز لكل المستثمرين. السوق يسعر الآن التوجه الفيدرالي إلى تقليص أسعار الفائدة في نهاية التعاملات العام، وإلى تثبيت أسعار الفائدة ربما من بعد الاجتماع الحالي أو اجتماع اليوم. وهنا يجب أن نعلم أنه مستقبل الدولار الأمريكي ممكن يكون إلى مزيد من التراجع والانخفاض، بينما إذا نظرنا إلى اليورو على سبيل المثال أو الباوند، لا يزال التضخم بعيد، وحتى أنه يرتفع التضخم في مثل ما شفنا في أوروبا، فهذا عم بيفرجي انه في ارتفاع بالتضخم، معناتها مضطرين يرفعوا اسعار الفائده بشكل اكبر، وهنا تبدا وجود فجوه في السياسات النقديه بين البنوك المركزيه، سواء كانت اليورو او البريطاني، سوف يتجهون الى مزيد من تجديد السياسه النقديه، وهذا يدعم ارتفاع هذه العملات مقابل الدولار الامريكي في الفتره القادمه. نعم، كبير استراتيجية الأسواق في مجموعة إيكوتي من دبي السيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.